الخيانة الزوجية تبقى خيانة زوجية حتى في المجتمعات الغربية، فهي كذلك خيانة سرية متستر عليها. طبعا كاين ما نسميه بالنوادي التبادلية، أن الزوج والزوجة تمشيوا بعض النوادي وتتلقاو أزواج أخرين وتتبادلوا على علم وعلى مرأة من الجميع. هنا في الحالة ديالنا تندخل على في المغرب، التباهي يمكن يكون بواحد المعنى، ماشي بالنسبة للمرأة طبعا، بالنسبة للعامل الجنسي. تيقول لك لكي يتجاوز الشعور بالخجل وبالذنب، تيقول لك أنا أجامع امرأة، أمتعها وأحصل على أجر وأمارس فحولتي. من هذه الناحية دي يمكن يكون هذا العمل هذا مبجل للأنا، يعطي شعور بالقوة وبالفخر للأنا. مع الذات طبعا الشاب تيشعر أنه تيربح الفلوس وتيتمتع جنسيا وتيمتع امرأة جنسيا، فهمتيني، وتيبين أنه فحل وأنه رجل فعلا، رجل فحولة من صفات الرجولة. يمكن الشاب في هذه الحالة هذه ما يمكنش يقول أنه مدمن، فهمتيني، كاين واحد التناقض بين مفهوم الإدمان، الإدمان هو مرض الإنسان ما يمكنش يتحرر منه، فهمتني، ما فيش بحث عن الفحولة أو عن الفخر أو عن الأجر، لا أبدا. الإدمان، المدمن سجين إدمانه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.